ART لنتابع اللقاء الهام العربي بين المنتخب القطري ومنتخب البحرين. بنتابع البطولة اللي بدأت بداية قوية وما زالت مستمرة بقوة، بطولة آسيا. والنهاردة منتخب قطر طبعا زي ما تابعته في المباراة الأولى خسر من أندونيسيا 1-2، والنهاردة بيلعب البحرين اللي لعب البحرين في المباراة الأولى ضد الصين وتعادل 2-2. تشكيل قدام حضراتكم منتخب البحرين النهاردة بيمثله علي السيد عبد الله لحراسة المرمى، هيبقى حسن الموسوي وحسين بابا وغازي الكواري ومحمد جمعة في خط الظهر، والأربعة بتوع نص الملعب سيد محمد جلال وراشد الدوسري ومحمد سلمين اللاعب المميز وطلال يوسف أيضا اللاعب المميز لاعب الوسط، والاثنين المهاجمين علاء حبيل وحسين علي. ده منتخب البحرين اللي بيعتمد بصفة أساسية على نجوم الكبار وهم محمد سلمين وطلال يوسف. وقدامنا منتخب قطر اللي فيه تغيير النهاردة عن الماتش اللي فات، هيبقى الحارس متغير قاسم بوران اللي هيبتدي النهاردة مش عبد العزيز علي، وهيلعب بسلمان مصبح ووسام رزق ونايف الخاطر وسعود فت وسعد الشمري، ونص الملعب هيبقى بلال محمد وعزة جدوع ووليد محي الدين، والاثنين المهاجمين محمد غلام زي ما هو، والنهارده بدا بسيد بشير وما ابتداش بجمال جوهر. منتخب قطر على اليمين وباللبس الاحمر منتخب البحرين على الشمال، والحكم كيمكا وطورو الحكم الياباني، وضربه البدايه وعلى بركه الله هنتابع اللقاء. وكل التوفيق وكل الامنيات للفريقين الاشقاء والاحباء البحرين وقطر. في نص ملعب كره بترد بيحاول يخلصها سيد بشير، بيعدي سعد الشمري بيتلعب على طول عاليه بدماغه بيحاول يلمسها خطره سيد بشير عنده ارتقاء عالي جدا، بس طبعا الحارس هنا علي سعيد عبد الله طلع وعمل ارتقاء اهو من نقطه عاليه او من اعلى نقطه، عشان كده اي التحام هنا طبعا حكم حسب فاول على اللاعب سيد بشير. وليد حمزه النهارده ما ابتداش بجمال جوهر، ممكن يدفع بيهم في الشوط الثاني. ثاني مره بيقدر يتخلصها سيد بشير، خطا سيد بشير بيبص واحد ضد واحد وبيحاول يعدي، بيلعب كوره عرضيه وجول، هو جول يحطها محمد غلام اخطر كوره للمنتخب القطري. ليه؟ لان اللاعب هنا سيد بشير ضغط وبعدين جات له كوره حلوه استخلص وفتح اهو، شوف عملها من العرض، شوف المتابعه من محمد غلام، سابق الكوره شويه لكن عملها بشكل برضه حلو، شكل حلو قوي، لو جات كان هيبقى جول، كان هيبقى احلى جول في البطوله لغايه دلوقتي لانه طاير. نايف الخاطر، نايف مره ثانيه لوسام ريز، وسام توصل لسليمان مصبح لكن ما يلحقش يلعبها، ويصفر الحكم كيمكا وطورو الحكم الياباني. وين الشوط الاول سيداتي نتيجه تعادل الاهداف بين المنتخب القطري والمنتخب البحريني. وين كده خالص بيقوم بالشكل الدفاعي اكتر، لسه وليد محي الدين ايضا ما بيكملش فيه، وسعد الشمري من ناحيه اليمين ايضا ما بيكملش، فلو حد كمل مع الاثنين المهاجمين ممكن يقربوا المسافه دي اكتر. حتى بضربه البدايه هيبقى منتخب قطر باللبس الابيض على الشمال، ومنتخب البحرين باللبس الابيض على اليمين، ولسه النتيجه التعادل بدون اهداف. وهنتابع احداث الشوط. تستلم وبيلف يواجه الخصم او المنافس وعنده سرعه بالكوره. تاني وسام الكره باينه حلوه من ناحيه شمال، وخطر سادسي يلعبها خطره سيد بشير، حلوه قوي سيد بشير، ولعبها بالعرض بس كانت تبقى لبره شويه، لكن شوف الكاميرا لما تيجي مين بيتابع هنا؟ مين المهاجم الثاني؟ ما تلاقيش حد اهو لوحده، يعني لو لعبها بالعرض في مهاجم هنا يجيبها جول يا جماعه، المسانده مطلوبه، المسانده الهجوميه مطلوبه. اهو رجاء سيد بشير، ده اللي انا بقول لحضراتكم عليه، ان اثنين مهاجمين بس من منتخب قطر لكن لسه اللعب الجماعي. ويا كفار الثاني الكوره بتفوت فلعيب خطير بيعدي ثاني خلاص لعبها ثلاث مهاجمين برافو قاسم بوران، هجمه مرتده سريعه جدا عملوها البحرين. من ناحيه شمال محمد سلمين لعيب خطر سلمين ويسلمها محمد سلمين برضه في مساحه يستلم وعايز يشوط المسافه كده تسديده قويه وشوطه لعيب كبير طلال يوسف، لعيب مميز جدا ومؤثر طلال يوسف، شوط بيتحرك ما تعرفش هو بيلعب فين، هو لاعب وسط، مره بتلاقي ناحيه اليمين، مره بتلاقي ارتكاز، مره مكمل الناحيه الهجوميه، مره بتلاقي منقوله طويله تترد على طول سريعة بيسلمها علي حبيل، من ناحية اليمين، الكرة عرضية خطر يجيب جول، هو جول، خطير هجوم خطير لمنتخب البحرين. حسين علي ويتابع أو محمد سليم لكن شوف الكرة العرضية رائعة معمولة حلوة جدا، أو حسين علي هنشوفها، متهيألي حسين علي اللي لعبها بدماغه ولا مين؟ رقم 10 رقم 13 طلال يوسف
فكرة حلوة ورايح لها، لكن بص رقبته مشت معاك يعني ما ثبتش رقبته زي في كورة. اما بتشوط برجلك لازم تثبت رجلك، برضه ما بتلعب الكرة بدماغك لازم تثبت رقبتك عشان الكرة ما تاخدش رقبتك وتمشي. ده اللي حصل مع محمد سلمين في وسط الدين. محمد سلمين بيضغطوا قطر بتلعب على طول سريعة وحلوة وتحرك كويس. سيد بشير ماشي، سيد بشير خد السرعة يروح لجوه، التوقيف على الجول بقى رايح الجول ضربه وخد ضربة جزاء خطيرة لسيد بشير. لاعب كتير انا بقول روح على الجول فعلا صح، عمل الصح روح على الجول. لو خرج لبره مش هيبقى فيها التحكم، انما لما بيروح على الجول بياخد المدافع في ظهره بيجبر المدافع انه يعمل له عرقلة. هنا المدافع اللي هو حسن الموسوي وعمل عرقلة وضربة جزاء خطيرة وقاتلة للمنتخب القطري اللي فعلا يستحق كل تقدير فيها اللاعب سيد بشير، لان التوقيفة صح، التوقيفة معمولة مظبوط جدا. في لاعب هنا وقف كرة لبره اهو، شوفوا قفل جوه رايح للجول. هنا اللاعب الايجابي اللي بيشاكس خد المدافع في ظهره، يا اما يروح للجول يا اما ياخد ضربة جزاء. اهي شوفها مرة ثانية، عرقلة واضحة، عرقلة واضحة وهدف وضربة جزاء صحيحة من اللاعب حسن الموسوي، لانه ما لمسش الكورة، ما لمسش الكورة، والقوة البدنية بتاعت سيد بشير ساعدته. واللي هيشوط ضربة الجزاء وسام رزق، وسام رزق ضربة جزاء للمنتخب القطري. الشوط الثاني افضل واحلى من الفريقين، بيركز الحارس علي سعيد وداخل وسام رزق، منتهى الاعصاب، اعصاب مشدوده، كله بيترقب، كله بيترقب، وسام رزق بيحاول ياخد نفسه ويهدي اعصابه عشان يقدر يقوم اللعبه. وسام رزق هيعمل ايه؟ وسام في اخطر واصعب موقف للمنتخب القطري، وسام داخل وحطها جول. الهدف الاول لوسام رزق، والهدف الاول لمنتخب قطر بيجيبه وسام رزق، والهدف الثاني اللي هو في البطوله وسام رزق. ويتقدم منتخب قطر بالهدف الاول من ضربه جزاء صحيحه وخطيره وممتازه من اللاعب سيد بشير. القوه البدنيه، القوه البدنيه التمريره اتلعبت له حلوه جدا، بيعملوا الهجمه المرتده كويس، الكره الطويله اللونج باس بتعمل بشكل سريع دلوقتي، وعشان كده سيد بشير خد منها ضربه جزاء. هنشوفها مره ثانيه اهو، وسام رزق، وسام بيسجل الهدف، هدف قطر. اعتقد الهدف ده هيغير دلوقتي تكتيك اللعب تماما، يعني اعتقد منتخب قطر هيرجع هيقفل وهيتنش. وسام رزق اصعب اغلى هدف عمل نافتة ان هي للكوره، بيحاول يقفها سعد الشمري، مقطوعه من سعد الشمري وتترد الكوره وتوصل لناصر، عدى ناصر قطر وسع لنفسه يخش جول منطقه. وهنشوف ايه؟ هنشوف ايه؟ الحكم قريب لكن ما كانش ضربة جزاء، هو في عرقلة لكن اعتبرها صدام هنا، لأن طبعا اللاعب هنا بيفوت، لاعب خطير ناصر بيفوت اهو بسرعة وفايت وبيطالبوا بضربة جزاء، لكن هنشوفها مرة ثانية. اداله انذار، اداله انذار لأنه بيتعمد هنا ناصر إن هو ياخد ضربة جزاء، بيتعمد ياخد ضربة جزاء ناصر. هنشوفها مرة ثانية، اعتبر إن هو رمى نفسه، رمى نفسه او مثل فيها، وده انذار للاعب ناصر. نازل يقوي الناحيه الهجوميه ناصر، تغيير المنتخب القطري، عبد العزيز كريم هينزل. هيخرج وليد محي الدين وينزل عبد العزيز كريم. ونفس الكرة الطولية بيلعبها هتخد من لمسة واحدة وتاني خطر وجود يحطها، يضغط في توقيت قاتل جدا، منتهى الخطورة. منتخب البحرين اتعمل الاختراق الطولي بالرغم من الكثافة العددية لمدافعي قطر، لكن شوف الاختراق الطولي اتعمل ازاي، واتلمست حلو قوي من علي حبيل وكان رايح، كان ممكن يسجل منها جول، انما ضغط في توقيت سليم وسام رزق، ضغط في توقيت سليم وسام رزق. تغيير للبحرين، اللاعب اخو علاء حبيل محمد حبيل هينزل، هيزود القوة الهجومية، الاثنين اخوات ورقمهم ورا بعض، محمد حبيل 29 علاء حبيل 30، كان لاعب بيه الماتش اللي فات وكان سجل هدف الماتش اللي فات في الصين، اهو نازل محمد. والدفاع بيعمل كل قوته الهجومية على حساب الناحية الدفاعية. محمد جمعة صدره بتترد الكورة مساحات ضيقة، استلم وعدى تاني من ناحيه اليمين، بيخترق كويس من ناحيه اليمين، هيلعب الكره العرضيه خطره، كره عرضيه هو جول، هيلعبها بخطره جول، هو جول يحطها وتنش فين؟ يعني جنب السكسات، قبل السكسات يمكن بيرضى ويرضتين على حبيب، كان هيسجل هدف التعادل،
كان هيسجل هدف التعادل على حبيل. شوف الاختراق كان بيعملوه بشكل ممتاز جدا من عمقهم الجناب، يعني الكره طوليه وبعدين تتحضر وبعدين يوصلوا بيها من الجناب، فدي بتعمل تفكيك هنا، بتفكك الدفاع والكروس اوفر معموله ومتابعه برضو على الايمن بعيد وتلعب الثاني على الايمن قريب، يعني كل ده يخلي المدافعين هنا ما يقدروش يقفلوا. وعلاء بقى ما جاتش فرق، علاء حبيل حلوه ومدول ويضيع وقت في تغيير، يخرج سعد الشمري، سعد الشمري يخرج، يبقى تغيير دفاعي طبعا. جاسم التميمي هينزل لاعب ومدافع الوكره، جاسم التميمي، جاسم التميمي نازل طبعا، تغيير دفاعي يرجع بيها سيد وعالية مشتركة لمسة بالموقف خطرة ويطلعها قاسم مروان. قاسم مروان اللاعب مؤثر جدا اللي نزل، سيد محمد طويل طبعا جسمه طول، منها بتطلع بره ومنها بيصدها قاسم برهان، كور صعبة صدها النهاردة قاسم برهان. هل هيلعبها على طول ولا هنشوف هيعمل ايه؟ على طول الكرة العرضية ترد الكرة، هنشوف وقت ضيع قد ايه. عالية وهيمين هيلبس الجول، هو جول، جول جميل وخطير، جول جميل محمد سمين، محمد سمين ولا مين هتشوف؟ ده محمد خبيل، محمد خبيل اللي مسجل هدف ماشي مع الكورة وعاملها من أعلى نقطة واخد سرعتها وموجهها بزاوية صعبة جدا، صعبة على قاسم مرقان، قاسم مرقان وهدف التعادل القاتل في الدقيقة 90، هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90 بعد هجوم ضار من المنتخب البحري. لعيبة حلوة، لعبت حلوة قوي محمد خبيل، مشي مع الكورة اهي، ماشي مع الكورة واخد سرعتها واخد ارتفاعها وموجهها في الزاوية البعيدة، صعبة صعبة جدا على أي حارس، راح لها قاسم مرقان لكن صعبة، مهارة عالية جدا لمحمد خبيل. تاني هدف له في البطولة، شوف الارتقاء من أعلى نقطة واخد سرعتها واخد قوتها وموجهها فينا يا جماعة، موجهها في زاوية صعبة جدا، صعبة جدا، هدف قاتل في الدقيقة 90 وحاططها في زاوية مش ممكن على المهارة، المهارة بتاعت اللاعب محمد حبيل اللي نزل الشوط الثاني. أهو محمد حبيل وتاني هدف له، كان سجل هدف في الصين قبل كده، وأهو محمد حبيل وأجمل فرحة طبعا لأن في الوقت القاتل، هدف في الوقت القاتل في الدقيقة 90. علي سعيد طويلة عالية، علي سعيد تتلامس تاني الكرة بيوصل بيها من ناحية الشمال، خلصها لنفسه من سنة بعيدة بيشوط الخطة خلصها، كان هيخلص الماتش، كان هيخلص الماتش علاء حبيل من الفولو، من الفولو قمة الإثارة يا جماعة، علاء حبيل أو مين ده ناصر، ناصر راح لكن أعتقد كان في تسلل، كان في تسلل حتى لو كان جاب جول ما كانش هتحسب، في تسلل لأنه لما اتشطت الكرة كان متسلل إيه ناصر لكن مش متداخل، بعد كده لما أصبح متداخل اعتبر في تسلل، يعني حتى لو كان جاب جول ما كانش هتحسب، لكن مش ممكن على الإثارة يا جماعة. في اخر جابوا جول في الدقيقه 90 وكانوا هيجيبوا جول تاني منتخب البحر، هجوم ضاغط ويمكن لما الكره بتقع من قاسم برهان اهي تاني مره بتتشاط اللي شايط اهو ناصر، شوطه جامده واللي تابع مين؟ حبيل، علاء حبيل كان في وضع تسلل لما الكره اتشاطت لكن مش متداخل، بعد كده لما اشترك بقى متداخل عشان كده حسبها تسلل. شوف علاء حبيل كان ممكن يسجل لك هدف، علاء حبيل 4 دقايق وقت بدل ضايع والنتيجه 1-1 وفاتوا 3 دقايق وفعلا فاتوا ال4 دقايق، وبيصفر الحكم الياباني كيماكا وطورو بين الشوط الثاني والمباراه، الشوط الثاني كان في قمه الاثاره والمتعه، تقدم المنتخب القطري بهدف رائع من ضربه جزاء، طبعا اساس الروعه هنا من اللاعب سيد بشير اللي هو عمل ضربه الجزاء، بعد كده مسك الكوره ومسك الملعب تماما منتخب البحرين بكل قوه وضغط بهجوم ضاغط لغايه ما سجل.